تتابعهم؟ لا يبيك تتابعه في كل البرامج. ايش انا شفتها؟ شوي شوي. الا اونا وتوني يا ابو محمد. اونا وتون. يسر يا ربي، يسر يا ربي ان شاء الله. والله انه خير. لعل فالامر خير. ما تدري الاخير خفيف، يمكن عند الله. لعل فالامر خير. نعم. خير باذن الله انه خير. هاي تكفي، هاي تكفي ان شاء الله. ان شاء الله تطلع انت، انا وياك نبي نطلع. استرح. توقف الطياره فوق حايل وانصب. وتفوت الكويت حول المسامعين. باذن الواحد الاحد ان شاء الله. مطار حايل يود الكويت. انا مع محسن. انا ما اترككم محسن. هذه. وما دام الواحد بصحته وعافيته وهلك بصحته وعافيتهم يلا لك الحمد. هذه نعمه من رب العالمين. ما تدري يا اخي قهر اقسم بالله. داري داري ما كلهم مقدرين شعورك يا ابو محمد، لكن هذا شكر الله. انا قايل والله اني قايل لهم لا تجوا. امر الله فوق الجميع صح ولا؟ حاسب شعورك والله. غرفه العزل الحاله هذه تجيب الالم والغم وتجيب لك الطواعين، لكن عاد مشكله تركين دواماتهم يا اخي، والبزران عندهم مدارس واخوي مدرس. بذكرهم بالقصة اللي قاله حسن قبل يومين وثلاث ايام، خبر اللي انقطعت يده، اللي يقول خير ان شاء الله. انت تقول خير، يمكن هم تركوا دواماتهم، هذا امر من الله. صح. وانت خير مكتوب انك، اقول الله يذكر بخير محمد بن الحارث، مكتوب مكتب يا اخي انك مكتوب مكتب. يا صدق اضحك عاد هو يا ظاهر سويتها ذكر عشان يضحك بس. صح والله عاد بس ماشي مكتوب مكتب. حبيبنا محسن اهم شيء الصحة والعافية. الله لك الحمد ما تدري. لا الف الامور خير. هذه والله كان ودنا بهم وجيت.